بداية نحن في حركة المقاومة الإسلامية حماس نعزي أنفسنا والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بفقداننا هذا الأخ المجاهد الكبير الدكتور فتحي الشقاقي الذي اغتالته يد الغدر الصهيونية والتي امتدت أدرعها هذه المرة لتناله وهو عائد لتوه من مهمة وطنية إنسانية في ليبيا. أن اغتيال القائد المجاهد الدكتور فتحي الشقاقي أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، هذا العمل الإرهابي الصهيوني الجبان، الدكتور درس في بيرزيت، كانت بيرزيت كلية بعد ما كانت جامعة، درس رياضيات وبعد دراسة الرياضيات عمل في القدس مدرسة، إلا إنهم أخذوا القرار بحقي بإبعادي، كان رفض المحكمة العليا